نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا حول المتحف المصري الكبير، وسلطت الضوء على تضافر جهود الدولة لاكتمال بناء المتحف وافتتاحه في أقرب وقت لمحبي أثار مصر الفرعونية وعاشقي حضارتها العظيمة. وذكرت الصحيفة أن التماثيل الفرعونية الضخمة تقف شامخة مزينة الدرج الكبير في المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف في العالم مخصص لعرض كنوز حضارة واحدة.